الندوات الحوارية في النجف الأشرف والأروقة، أحد الأروقة الحوارية، وهذه هي فعاليات الشارع الثقافي. يعني الشارع الثقافي مليء بهذه الروح. سلام عليكم سيدنا. سلام عليكم. الله يسلمك سيدنا. ننتظر من عندك فد كلمة وإطلالة جديدة لانطلاق فعاليات الشارع الثقافي. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة فرصة سعيدة ومن التوفيقات الإلهية حقيقة أن يكون لنا ملتقى أسبوعي نلتقي بهذه الوجوه الكريمة وهؤلاء المثقفين، هؤلاء النشطاء الذين هم العنوان الأبرز لمدينة النجف الأشرف. مدينة النجف الأشرف تتنفس الشعر والأدب والثقافة، فرصة عزيزة وكريمة. نسأل الله أن يوفقنا لإدامة ويعني الثبات على هذه. شنو رأيك بإدامة الشارع؟ شو راح نسوي؟ والله يا الطموح كبير. نعم الطموح كبير، ولكن كما يقول أبو المثل، العين بصيرة والأيد قصيرة. طموحنا كبير بأن تكون النجف هي أبرز يعني سمعة وصيت من شارع المتنبي. وما فرق شارع المتنبي بالنسبة إلى النجف وتراثها. النجف زاخرة بالتراث، زاخرة بالعلماء، زاخرة بأنفاس أمير المؤمنين سلام الله عليه. يحق لها أن تكون هي الأبرز، أبرز المحافظات من العراق. سيدنا أنت اليوم جالس في جناح الدكتور صادق المخزومي. وهو دكتور كاتب أنه اقرأ لمدة 10 دقائق واقتني كتابا مجانا. شنو رأيك بهذه المبادرة؟ طبعا مبادرة جيدة جدا ورائعة من أستاذنا الدكتور المخزومي. هذه يعني الممارسة لأجل يعني بث روح الثقافة وروح القراءة لدى المجتمعات بعد أن أماتها الإنترنت واليوتيوب يعني هي فرصة للباحثين والكتاب أن يأتوا مثل الدكتور المخزومي وأن يعرضوا كتبهم. فرصة؟ نعم، فرصة لتلاقح الأفكار، فرصة للتثقيف، فرصة للاطلاع على عناوين كتب لم نقرأها سابقا. جزاه الله خير الجزاء على هذه المبادرة الكريمة، ونسأل الله إدامة هذه المبادرات ولكي تكون سنة لباقي شرائح النجف الأشرف لكي يستنوا بهذه السنة اللطيفة والجميلة. من هنا أعزائي المشاهدين يعني ندعو كل الكتاب والباحثين والذين لديهم مؤلفات أن يأتوا إلى شارع الثقافي وأن يعرضوا كتبهم ومنشوراتهم ومؤلفاتهم من أجل نشرها. هاي المبادرة رائعة للدكتور المخزومي. نتمنى أن يحذو حذوه الكثير من الباحثين في النجف الأشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.